لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي المغربي الأستاذ زهير عطوف. مرحبا بك أستاذ زهير. وزير التجارة البريطاني ليام فوكس وهو من المؤيدين البارزين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحدث عن احتمال بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد. ما مدى واقعية رفض البرلمان البريطاني اتفاق الحكومة؟ أولا سيد الفاضل، لا شك أن بريطانيا هذه الأيام وهذه الشهور الأخيرة تعيش مرحلة انعطافية ومرحلة تاريخية في مسألة البريكس وخروج من الاتحاد الأوروبي. والآن نعرف أنه الجلسة الأخيرة بتاع البرلمان البريطاني التي انتهت بدون شيء، بلا شيء، يعني بمعنى أنه لم يتم هناك اتخاذ قرار الانسحاب أو البقاء، رغم أن الأغلبية تمشي في اتجاه انه البقاء في الاتحاد الاوروبي. طبعا الحال المفوضه الاوروبيه كانت صريحه مع بريطانيا بان هناك لا تراجع في القرار الذي اتخذته بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي. ولا شك ان دول قويه في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا ومثل المانيا تدعم هذا الاتجاه بانه ليس هناك تراجع في القرار الذي اتخذته بريطانيا وايضا اتخذه الاتحاد الاوروبي برجوع بريطانيا للاتحاد الأوروبي. ولا شك أنه بعد 3 أشهر بشكل أوتوماتيكي سيكون هناك انسحاب لبريطانيا بشكل أوتوماتيكي بالضرورة في يوم 29 مارس/آذار 2019. إذا حدث ذلك، يعني إذا حدث ذلك بالفعل، هذا التراجع بريطانيا عن الخروج عن الاتحاد الأوروبي، ما التداعيات المحتملة؟ نعم، أول شيء سيد الفاضل لابد أن نعرف أن ماي رئيسة الحكومة البريطانية، وهي كما نعلم قبل أن تكون رئيسة الحكومة كانت من السياسيين البارزين في بريطانيا التي تدعو إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي. ولا شك أن الآن نسبة بتاع الأوروبيين أو بتاع البريطانيين الذين يريدون أن يبقوا في الاتحاد الأوروبي، آخر الإحصائيات تقول بأن هناك النسبة ارتفعت أكثر من الذين يريدون أن يخرجوا من الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن هناك نسبة كبيرة من الاتحاد الأوروبي تريد أن تستمر بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. هذا أول شيء. ثاني شيء هو أنه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو البقاء البريطاني في الاتحاد الأوروبي، في اعتقادي بأنه هذا الأمر صعب حاليا. لماذا؟ لأنه كاين رغم أنه التكلفة الاقتصادية في اعتقادي بالنسبة للخروج بتاع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي تكلفة كبيرة جدا. نعرف سيد الفاضل بأنه أكثر من 50% من التجارة الخارجية بتاع المملكة المتحدة تتم مع الاتحاد الأوروبي. هناك بريطانيا تستقبل حوالي 500,000. أيهما الأصعب، البقاء في الاتحاد أم الخروج؟ الحال الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا هو صعب جدا. لماذا؟ لأن هناك المفوضة كما جاء في تقريركم اليوم تدعو، يعني هناك ليس هناك تراجع في هذه المسألة. ثاني شيء هو أنه كاين هناك دول قوية ومؤثرة على الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا ومثل فرنسا تقول أنه لا، ليس هناك تراجع. في آخر التصريحات بتاعهم بتاع ميركل وبتاع الرئيس الفرنسي هناك، ليس هناك تراجع في هذا القرار، لأنه بريطانيا اتخذت القرار ولا بد ان تتحمل المسؤوليه بتاعها. لان ايضا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الايام الاولى كان مؤثر على الاتحاد الاوروبي. يعني هل تتوقع ان يكون التصويت مستقبلا وفق خطه الحكومه، تتوقع ان يكون التصويت نحو الرفض؟ اول شيء هو التصويت، اذا كنت تقصد التصويت في البرلمان البريطاني. البرلمان البريطاني نلاحظ أنه الحزب العمال المعارض في بريطانيا هو القيادة بتاعه تعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من القيادات داخل الحزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي رئيسة الوزراء البريطانية أيضا تعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي. بمعنى أن هناك، نعرف أنه هناك أكثر من حوالي 9 وزراء استقالوا من حكومة ماي، بمعنى أن هناك إشكال سياسي الآن تعيشه بريطانيا. نعرف أنه قبل أسابيع سيد الفاضل عشنا على ما يعرف بسحب الثقة في البرلمان في داخل الحزب المحافظ الذي تنتمي إليه ماي. طيب. بمعنى أن هناك إشكال، لكن الأقرب في اعتقادي بأن هناك إشكال الأقرب هو أنه بالنسبة لبريطانيا، لأن رئيسة الوزراء تقود حملة بأنها تريد أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك معارضة قوية
من داخل البرلمان البريطاني بأن يتم انسحاب واضح. من 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 الاتحاد الأوروبي، رغم أنه عدم تصويت البرلمان في اعتقاد البريطاني على عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي، في اعتقاد هذا لن يكفي، لأن هناك لابد أن أيضا الاتحاد الأوروبي لابد أن يوافق على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهذا في اعتقادي صعب. بالتالي في اعتقادي الأسهل بالنسبة لمايو وبالنسبة للحكومة البريطانية حاليا هو أن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأن إذا شرنا فتحنا قوس السيد الكريم، وأن ماي كانت من المعارضين بتاع الانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن اليوم هي كيف تنظر إلى تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الأمر؟ الاتحاد الأوروبي في اعتقادي هو حسم القرار بتاعه، أن هناك ليس هناك تراجع في هذه المسألة، يعني طبعا حال الاتحاد الأوروبي تضرر من هذه المسألة. نعرف أنه اللحظة التي يريد انسحبت فيها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقريبا اليورو عرف انخفاضا، وأيضا حتى بالنسبة للجنيه الاسترليني عرف هناك انخفاضا، وأيضا مجموعة من الشركات الآن اللي موجودة الأوروبية الفرنسية والألمانية تتضرر من هذا الخروج بتاعها. نعم. في القمة الأخيرة بتاع نشكرك. التي إذا سمحت سيد الفاضل، التي كانت في الأرجنتين، لاحظ أنها كانت تقوم بمرحلات مكوكية بين الدول من أجل أن تبرم مجموعة من اتفاقيات الاتفاق الحر التجاري من مجموعة من الدول، أمريكا ومجموعة من وأيضا اليابان، من أجل أن تخرج من هذه الأزمة التي ربما ستعيشها بريطانيا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك على الأكاديمي والباحث السياسي المغربي الأستاذ زهير عطوف.